طبق البطاطا أكلين أطباق ياسر كثيرة حتى للضيف أفكار يعني كثيرة صح فقط من البطاطا وحدها فعلا يعني تديري البطاطا بمجرد تقدر تديريها قشرة رائح يعني مثلا تفوري اللحم ولا تحمري والله وديري بطاطك يعني شكل زهرة يعني وردة تديريها شرائح وطيبيها شكل وردة وتديري يعني البطاطا عندها أنواع كثيرة يعني في الأطباق تقدري وحدها ديري بها عدة أطباق وعدة أطباق خير من تدخليها في كثير من الأفكار اللي عندها بالبطاطا وممكن يعني تدخليها قليا نوعد فقط سيدات يعني خلال الشهر الفاضي راح يترقبونا رفقة زيد أبطاش والسيدة سعاد أنه راح يكون كثير من الوصفات وكيفيات جديدة لحن جديد فقط يعني نكتشفوها مع بعض مفاجآت عديدة ستكون خلال الشهر فقط يكونوا معنا إن شاء الله. نواصل يعني أكيد فيما يخص كما ذكرتي أنه السيدة ماذا بها يعني تحاول أنها تنوع من 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 نوع واحد من الخضار فهذا اللي تبحث عليه وتبحث كذلك على أفكار أخرى تكون سهلة اليوم يعني ما أصبحتش السيدة مثل الماضي أمهاتنا كانوا يجمروا الطاجين ويخلوا له الوقت الطويل ويعطوا له هذا الرون لكن الوقت الحالي ولات ماذا بها أسرع 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 لا والله يا حنان يعني هدرنا رمضان اللي فات وقلنا لهم الطبخات يعني منا ومنا وقلنا لهم السر الطبخة يعني انت يا ذكي مثلا أسرار الطبخ تكلمنا عليه يعني أسرار الطبخ حكينا عليه انت يا أسرار الطبخ ذاك أي سيدة تقول لك جاتني المرقة صامضة والله منا والله كين أسرار كين مجرد البصل كي تعود يعني مرابية والبصل مقطع عندها يعني فرق كبير كل مرقة وش نديروا لها وكي تنصب يعني اللصوص تاعك هذيك يعني في تعوديد لازم تجمريها لازم تخليها التكتيك هذا يلعب دور يعني في القوت على الطبخ تاعك يلعب دور يعني ما تعودش السماطة في ذاك الجيش تاعك ما تعودش السماطة في لحمك ما تعودش مش تشوحيها وخلاص وتقول لك كاينه دي تقول لك كيدين كاينه صح فعلا يدين الله يبارك عندها مجرد الماء بارد في بارد جهازين هذاك يعني تقول لك عندي يدين وطيبين وخادمين زيدي هذيك التكتيكة معاها وهذيك حبي هذيك الطبخة حبيها يعني هذيك الطبخة من أكبر حبيها يعني والله من أكبر الأسرار هذيك الطبخة والله قاطو خدميه بحب بعشق والله يجيك روعة يعطيك يجيك روعة ما تعوديش كارها وتعودي تخدمي حاجة من فوق قلبه من جرم تخدمي وتزهي عويلك ومولى بيتك راه ربي أجرك عليها وزيدي تحطي حاجة بنينة تحطي حاجة بنينة أما في قلت لك في التحضيرات كاين ياسر التحضيرات كاين سيدات كيما الطماطيش كاين اللي كي يرحوها كاين اللي يديروها كيما نقولوا أنا كون نخدمها بالعكس كي نحوس ندير الطماطيش يعني ندسها كونجيلي بالعكس ما ندساش يعني حابه خلاص نحاول به نديرها شقول شبه الطماطيش تاع العلب يعني نعقرها زين ونشفها زين وفوق النار ترحيها وتعقريها زين وتنشفيها زين تعود لك العلب تقدري تستغنى كاين مرضى يقدروا يستغنوا على الطماطيش تاع العلب تقدري تستغنى عليها يعني كمية كبيرة هنا هي معذورة معناها تقول لك لازم ندس أما في كي تدسيها كميات كبار به ثلاجة تفتحيها وتسكريها في النهار قدها المرة والله ركبتها كيف يعني صحتها أما اللي عندها يعني الكونجلاتور الكبير من حقك دسي هذاك صح مرة في الوقت راكي تجبديه أما الثلاجة راكي تفتحي وتسكري راكي تخدميتها كي صحتك تقولي ندس كل خير وراها الفايدة وراها الفايدة كي دسي في الثلاجة وفي رمضان صايم والأدهى والأمر يعني حتى كان يتوجد يعني دوزن وتوجد يعني تخلي كلش كونجلاتور وشاني نحكي لك قلت لك يعني البصل بصل يا حنان ثلاث أيام هذه والفايدة تاو قاعد تروح وتولي يعني حاجة تحسي بطعم رمضان تحسي باللي راكي طيبي تنصبي وراها الإحساس هذاك تاع رمضان وهذيك العشية كي تعود للطيبي كاين حاجة تدس أسبوع تقعد أسبوع اللي هي يقولوا الناس الظهرة يقولوا لها الحميس وحنا نقولوا له الحار أنا كي نديروا يعجب حالي يعجب العباد اللي حبيتي نعطيه لكم إن شاء الله نعطيه لمدامينا هو 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 الأساس الشهي في الماكل الشهي يفتح لك الشهي هو الاساس صحيح الفلفل كاين اللي تقليه وكاين اللي تشويه الفلفل الحار والطماطيش الحبه انا ننقيها قاعتين ونقطع نحلها عفاك الله هذيك الزريعه ونديرها في المقله وندير عليها قشوي زيت وتكتكها في الزيت ومن بعد نسكرفجلها ثويمه والله انا ندير كلش بالدقه نعدي عصه نتاع المهراز ديك تاع عصه صغيره نتاع من رحيج كاع في المرحيه تاع التريس روح دايره ذاك اسمها ندق بالعصيصه هذيك
نقبض ذاك الفلفل نقطعه وندقه ننقي له سنين الثوم وشوي مليحة ونبدأ ندق فيه ندق فيه ندق فيه إني دق عيتين هذاك الفلفل ومن بعد راني تكتكت الطماطيش ذيك ذابت قاع في المليحة ذيك في الزويتة ذابت ومن بعد نخلطها على الأخرى ونقصص لهم شوية نقطع لهم شوية معدنوس وروح يجربيها ودعي لي روح تحطيها في علبة تاع ماري ما يشفي تعني لو تحطيها في الفريجيدير وكي تعودي دات طعم لي حطي لهم صفايحة ذيك ياكلوا تشاهيهم دي لها شوية زيت زيتون إذا كانوا يحبوها روعة 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 هي الصحة الداخلية يعطيك الصحة ولكن في الحار في المائدة لازم حاضر حاضر يعني سيدات ولو ما تلوحش في الكونجيلاتور تقدر يعني الشاطات ما حد يعني هذه الوصفة يعطيها قلت لك كيما قالت لي تقدري تديريها يعني تقسميها في بلارات يعني بلارة ذيك تحطي كل يوم عندك بلارة تجبدي ما تفوتش اسبوع انت تولك صحيتش ما تقعدش مش بزدش فقط وتخليها يعني هنايا يعني ما حد يعطيها الصحة هنا ها هي وين الطماطيش باه تنشف من ماها قالت لك ديرها في الزيت هذه فكرة باه ما تفزد لهاش وقعد لها سمانة والفكر الزوجة قالت لك نهرس الفلفل على الملح يعطي يساعد الفلفل بيتهرس اكثر واكثر بيخرج البنه نتاعو الماء صحيتي مع تنش الضروس راه دقيقه مسويه كل حاله زين صحيتي مع الشهيه يفتح الشهيه هنا باه يقعد هاي الطماطش كي تكتكيها في الزيت تكتكيها في الزيت هاي تنشف من ماها يعني هنا هي تساعدنا باه تقعد هذيك البحرور تاعنا يقعد يعني سمانه ولو يفوت السمانه عليه يفوت السمانه كي تعودي الثلاجه تاعك يعني من نوع جيد وتعود جديدة زينة يعني ماشي خاسرة زيدة بطاش وما تسمقيش هي مسمقة من دارها وجديدة أي مسمقة كاين اللي يزيد لها زيت الزيتون أما كي نعودو في نديرها نعمرها في البلارات يعني كل يوم عندي بلارة نعمرها ندير شوية زيت من فوق زيت الزيتون ولا زيت يعني من فوق ونحكم الغلق تاع البلارة تاعي ونحطها خير ما نظل نفتح ونسك يعني تقعد تقعد فعلا تقعد لك 20 يوم القصبر راه يعطيها نكهه حلا زين صحيت هذه يعطيها نكهه يعطيك الصحه مرحبا شكرا على المشاركه اذا ربما تبقى تحضيرات الشهر الفضيل وحنا كل اسبوع نحاولوا نطلع لكم بافكار جديده ودائما يكون حديثنا متواصل على التحضيرات الى غايه يعني انه يحل علينا هذا الضيف العزيز يعني كيما ثاني التحضيرات ثاني نصيحه نعطيها للسيدات انا قلت لك ضد بصح نعطيهم ذي الفكره تاع كل يوم تدق فيها انا نشتي هذاك الكوك مثلا كيما الشربة مثلا كاين حوايج تقدر السيدة الثوم والفلفل الأحمر شوية معدنوس شوية تاع حشاوش تهرسهم كاع مع بعضهم وديرهم في بلارة مع ورقة تاع الرند تاعها وتسم في الثلاجة هنا حابة تدير يعني كيما نقولوا قمزة صغيرين شوية شوية قدر ما تجبد هنا في الشربة في كاين أطباق في آخر دقيقة ولا الشربة تاعك تعدي راح تسكري لي تلحي هذيك هذيك النكهة تاع الثوم والمعدنوس حشاوش والكرافس والفلفل الأحمر وكاع يكونوا مع بعضهم تعود السيدة هي محضرتهم كي تعود راح تسكر الشربة تاعها والله حريرة والله كاين يعني الطواجين اللحوا فيهم هذون تلح هذيك النكهة تاعها في الطاجين تاعها شوية وبعد تسكر على وتكون فعلا يعني خلات هذيك يعني روعة آخر حاجة هي النكهة هذيك الحين إن شاء الله الأسبوع القادم نقدموا بعض الكيفيات اللي كانوا طلبوهم السيدات ورحين إن شاء الله نعطوهم بعض الأفكار كذلك البسيطة بعض التحليات بعض الأمور اللي يقدروا يحضروها للشهر الفضيل إن شاء الله إحنا معكم يعني خلال هذا الأسبوع أو هالأسابيع إلى غاية الشهر الفضيل كلها للحديث عن التحضيرات